البيم اوبجكتيف اند ريسبونسبيلتي ماتريكس من الكود بتاع سانفور بيم جايد الظهر الثاني. احنا مكملين ده الجزء الثاني من الكود بتاع سانفور بيم جايد. هنلاقي هنا ان هو بيتكلم على المسؤوليات، هيبدا يعمل جدول ويبدا يحط كل جزئيه من المشروع، يقول لك مين المسؤول، معماري ولا انشاء وكهروميكانيكال. وعندنا في البيم اكشن بلان معروف ان الاستراكشر ده مثلا شركه كذا او فلان فلان هو المسؤول، تمام. طيب الجدول هنا مش كامل او مش واضح. هنلاقي في الكود اللي هو بتاع الاصدار الاول موضح التفاصيل، حاطط لي امثله كتيره. يعني مثلا هنا كل اعضاء المشروع كلهم موجودين، هم دول اللي هيحطوا الموديل وهم دول موجودين في البيم اكشن بلان. طيب مين اللي هيعمل السايت بيم موديل؟ ده فلان مثلا السايت موديل، مثلا هتشوف بقى ده تبع المعماري تبع قسم معين وهكذا. ممكن يكون في شركه معينه كان في مشروع الموقع العام، شخص شركه معينه هي اللي هتعمله. مين اللي هيعمل الكومبير بيم ماسنج موديل؟ مين اللي هيعمل الماسنج بتاع الشكل نفسه ويبدا يعمل المقارنه ويبدا يشوف افضل شكل موجود، تمام، وايه المواصفات اللي مطلوبه منه عشان نحدد مين الشخص دوت ومين المسؤول عنها. مين اللي هيعمل الفاينل دوكيومنتيشن؟ تمام، دي في المرحله بتاعه الكونسبشوال ديزاين. طب في المرحله بعد كده مرحله السكيماتيك، مين اللي هيعمل البيم ماسنج موديل في المرحله ديت؟ مثلا الاركتكتشر موديل. طب مين اللي هيبدا يطور ويعمل الاستراكشر موديل؟ ممكن الاستراكشر موديل. الله، طب وليه؟ ممكن يكون عندي اكتر من استراكشر شخص او شركه، في اكتر من شركه، فببدا احدد مين اللي مسؤول عن الموضوع دوت. مين المسؤول عن ان هو يطور الجزء بتاع الام اي بي؟ ممكن نفس الشركه، تمام. مين اللي هيعمل امبلمنتيشن ديزاين كوردينيشن بين الاركتكتشر والاستراكشر موديل؟ ممكن تقول ان دي مسؤوليه الانشائي، دي مسؤوليه الام اي بي، لا ده في شخص معين هو المسؤول عن الموضوع دوت. فبنبدا نحدد على اساس ما يحصلش بعد كده اختلافات. ونفس الموضوع في الديتيل ديزاين، نفس الفكره، مين اللي هيعمل ابديت الاستراكشر موديل، مين اللي هيبدا يطور في الام اي بي، في مرحله الكونستراكشن بنبدا نحدد كل حاجه مين المسؤول عنها. ونخلي بالنا ان في فرق بين اثنين، الموديل اوثر ده اللي بيعمل الموديل، والموديل يوزر ممكن يكونش هو بيعمل موديل، ممكن يكون بياخد الموديل بالملف الاصلي بيعمل ليه بي لينك او بيشوفه اي اف سي، او هو بيدخل بس يعمل حصر ما لوش ان هو يعدل عليه. ممكن يكون هو بيعمل تشيك ويشوف الكلاشات، ممكن يكون بيربطه بالجدول الزمني بس ما لوش ان هو يعدل عليه. فلازم نفرق بين اللي بيعمل الموديل واللي بيتعامل مع الموديل.